يا استاذ محمد، يا ايها السلام عليكم ورحمة الراغب الله وبركاته. الفاضل الكريم، انا ما ادري ماذا افعل معك. ايها الاثري، انا احبك في الله. أحسن الله إليكم سيدي، نفع الله بك، وأنا أشهد الله عز وجل وأشهد السامعين والحاضرين وأشهد من اريد في الناس السماء ان ومن في تلتفت الأرض لما أني تعلم. أحبك في الله ملء جسدي. الله يعني هذا اكبر، شرف لي عندما أن اقول أكون مع احبك بملء فضيلتك جسدي، والله يا سيدي، انا ليس الان تعذرا انا والله. لي ان اسكت وانا لي ان اغلق ما كنت اتكلم فيه. انا اريدك الان تتكلم. لا أبدا أبدا والله، يعني ولا مثلك يسمع يا سيدنا، ربنا يحفظكم. تفضل الان. نحن مساكين يا مولانا، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه من أبرك السعادات، يعني أن أطالع صفحة مدح سيدنا المبارك سماحة شيخنا المبارك فضيلة الشيخ الدكتور العالم العامل، نحسبه الله حسيبه، سيدنا الدكتور محمد حسن، ربنا يبارك فيه. وأنا والله يعني ليس تواضعا، لا أصلح أن أصب الوضوء عليه، وأشهد الله عز وجل وأشهد السامعين جميعهم أني أحبك في الله وأحب السامعين، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في عمري وأن يجمعنا بكم في يوم القيامة مع حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين، اللهم آمين. أما مثلي يذكر في مجلس فضيلتك سيدنا، يعني هذا عيب علي. وكان الربيع بن سليمان المرادي رحمه الله يقول: ما استطعت أن أشرب الماء وأنا أنظر للشافعي هيبة له. وكان الشافعي أيضا رحمه الله يقول: وكنت أصفح الورق صفحا رقيقا خشية أن يؤذي مالي. فأنا يعني كيف أتكلم في وجود سماحتكم يا شيخنا، وأنتم من علمتمونا الأدب، ربنا يحفظك سيدنا ويبارك فيك. إنما أنا أذكر إخواني من خلال سماحتك يا شيخنا، ربنا يحفظكم، من خلال هذه الصفحة المباركة. الله يحفظكم شيخنا، الله يبارك فيكم، نفع الله بك سيدي. إلا أنا أذكر بأن هذه الليلة المباركة هي ليلة الخميس، الليلة الزهراء، التي ينبغي على كل مسلم في جميع ربوع الأرض أن يكثر من الصلاة والسلام على سيدنا الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأذكر إخواني أيضا بعد الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن يتذكروا أفعال الصوفية الذين يقولون أو يقومون بعمل حضرات في هذه الليلة المباركة، رجاء أن يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم باليقظة. وهذا ضرب من الخيال، حتى قال بعض الأشاعرة مثل ابن علان الشافعي الأشعري صاحب دليل الفالحين، أن من زعم أنه يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليقظة يعتبر أن هذه الرؤية حقيقة وهو حي في اليقظة، هذا ضرب من الخيال. وأذكر أيضا بقصة قصيرة أختم بها يا سيدي، أن أحد العلماء الكبار أمثال جدا الشيخ محمد، ربنا يبارك في عمرك، قال لتلميذه يوما وهو يحدثه، يقول: يا شيخي، سمعت أنك ترى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، فما السبيل إلى رؤياه؟ فدعاه الشيخ إلى الطعام، وأكثر له من الحامض والمالح، فأكل الغلام كثيرا، ثم منعه الشيخ من الماء، فقال: أريد أن أشرب. قال: لا، نم. فنام الغلام. فلما استيقظ إلى الفجر قال له شيخه: هل رأيت شيئا في المنام؟ قال: نعم، رأيت أني أسبح في أنهار ماء وأشرب وأرتوي. قال له: صدقت. قال: وكيف علمت أني صدقت؟ قال: صدقت نيتك في طلب الماء فرأيته، ولو صدقت محبتك لرسول الله لرأيته، صلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فأنا أختم بهذه، وأذكرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في كثرة الصلاة والسلام عليه: من صلى علي صلاة صلى الله عز وجل بها عليه عشرا، والمضاعفة تزيد، وفضل الله عز وجل واسع. أسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بخير. جزاك الله خيرا سيدي، أنا تحت الفرصة أن أراك وأن أطالع إخواني، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم. وأعتذر على سوء أدبي وتقصيري، إن أنا يعني لا يجوز لمثلي أن أتكلم في وجود سماحتك يا شيخ. كم أشكر حضرتك
وكم أعتز بك، وكم أتشرف بك، وكم أتشرف بك طلبة العلم. وأيضا أرى أن الفضل كل الفضل في أهل السنة، فإنهم إلى قل. وقد قال البخاري: إن سمعت بأحد من أهل السنة ألقيت أو بعثت له بالسلام، فإنهم إلى قل. الآن القلة تقل، ويعلم الله بحال أهل السنة الذين يحافظون على السنة وينصرون السنة وينشرونها ويقمعون البدعة، والذين تمت لهم استقامة الاعتقادات. وإلا فالانحرافات قد كثرت حتى في الأكابر، حدث الانحراف دون أن يدري. الكبير ينجرف، ينجرف انجرافا لينا، يعني كأنه كالحرير الناعم، يجرونه على الحرير الناعم فينجر. وهذا يعني يجعل الإنسان يتخوف على قلبه وتخوف على نفسه من الانحرافات العقدية التي تؤثر مليا في الأمور التعبدية، الأمور بل في العلم، بوابة العلم وإتقان العقيدة. فنسأل الله تعالى سلامة القلب وسلامة المعتقد، ونسأل الله تعالى أن يكثر من أهل السنة وأهل الأخر حقا الطائفة المنصورة، وهم الطائفة النادية. كما قال نقل البخاري عن أحمد عن غيره أنه قال: إن لم يكون أهل الحديث لا أدري من هم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. وقال: لا يزال الله يغرس بهذا الدين غرسا يستعمله لطاعته. فهذا الغرس هم أهل العلم، بل هم أهل الحديث، بل قل أهل الأثر. نحن لا نحجب واسعا، لكن هم أهل الأثر. العلم قال الله، قال رسوله، قال صحابة الرسالة التأويل. فالعلم نصبك للكلام سفهة بين الرسول وبين قول الفقيه. من تكلم فإن يتكلم بعلم نسمع، وإنما يتكلم بعلم نصوم الآذان ونرد ونبين ونرشد ونهدي، وأيضا نستغفر لهم، لكننا لا نسمع لجاهل يريد إسقاط العلماء النبلاء الرفعاء بغير بينة وبغير روية وبغير إنصاف وبغير اعتدال. العلم حاكم على الجميع، ونحن نقف موقفا يعلم الله بهذا الموقف ما نريد، ما نريد به إلا الرفعاء، ولا نريد به إلا أعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنقف هذا الموقف ونقول للمحاكم: كل من يأتي يتكلم سنحاكمه للعلم، سواء كان طالبا، كان شيخا، كان عالما، نبيلا. فإننا لا نقول على أي عالم في الدنيا صلى الله عليه وسلم، ما في عالم يوحى إليه. العالم له آلات الاجتهاد، إن استتمت أخذنا باجتهاداته، لم نستتم. إن كان الكلام الذي تكلم فيه قد استمت الآن عندهم، فنأخذ بهذا القول ونزل بميزان العلم، فإنفاق فعلى العين والرأس وحبا وكرامة. والله يا شيخنا الكريم، أنا أذكر القول عليه مع الحزب بالترجيل والتوقير والتعظيم والمكان. ونحن على ضرب الأولين نسيج. والله انا اذكر يا سيدي، ربنا يحفظكم، سيدنا الشيخ الحويني ربنا يحفظه ويشفيه ويشفي علماء امتنا يا رب وبارك في عمره، كنت اخرج حديث، وكان الشيخ جزاه الله خيرا واطال الله في عمره على طاعته، كان الشيخ يحسن الحديث، فانا نظرت في الاسناد بنظر القاصر على القواعد التي علمها شيخنا لنا، فنظرت في الاسناد فوجدت راوي مختلف فيه وكان للضعف اقرب، فرجعت الشيخ: سيدنا يعني أنت كبير ولا يجوز لمثلي أن أتكلم في هذا الأمر، ولكن الحديث عندي ضعيف. فقال الشيخ حفظه الله وبارك فيه، وهذا درس علمني الشيخ، يعني علمنا الأدب ربنا يحفظه سيدنا الحويني، قال لي: أنا كنت أتابع فيه الشيخ الألباني، ولكن ظهر لي أن الشيخ جانبه الصواب، واستحى الشيخ حفظه الله أن يقول أخطأ، قال جانبه الصواب، وأنا على رأيك، وأقرني الشيخ في غير مسألة على رأيي، بالرغم أنا من صغار طلاب الشيخ، ولا أصلح أن أحمل نعل الشيخ. فهؤلاء الكبار، شيخنا الحويني والشيخ العدوي وسمحتك وشيخنا الشيخ أبو بكر الحنبلي، هؤلاء الكبار الكرام دائما يقتدون بالعلم، يجعلون العلم نصب أعينهم ليكون هو الحكم بينهم فيما اختلفوا فيه بعد كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة. نعم هذا صحيح. نعم، ربنا يحفظكم سيدنا وبارك فيكم، جزاكم الله خير. الله يبارك في عمرك شيخنا، نفع الله بك وأعلى الله كعبك ورفع قدرك وجعل عملك كله في رضاه.
آمين آمين. جزاك الله خير. آمين وإياكم سيدنا، نفع الله بكم، نراكم على خير إن شاء الله. سلمنا للأحباب كلهم الذين يسمعون ويطالعون. رضي الله عنك سيدي، رضي الله عنك. تفضل شيخنا، الله يبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان سعيدنا بقينا الفاضل محمد وأهل السنة بما قلت إلى قيم، فلابد يعني أن نشعر ولابد أيضا أن يتعاضد الأمر بيننا وأهل السنة، وإن كانوا الأقل نلملم شملنا، ولابد أن نكون يدا واحدة، ولابد أن نكون من أهل السنة الذين يحبون السنة وينشرون السنة وأيضا ينصرون أهل السنة. هذا الأصل.